كل مشاهدينا اللي بيشوفونا وبيتابعونا من خلال شاشة مصر الزراعية، ولقاء جديد مع حضراتكم والديوان. بدأنا معكم الديوان بالديوان الأهم لدينا وهو ديوان الزراعة، وما زلنا معكم داخل ديوان الزراعة لنتعرف على الكثير من الأشياء التي تقف دائما في الخدمات سواء أمام المزارع أو المواطن المصري. اليوم معكم نستكمل الخدمات المتواجدة داخل ديوان الزراعة من خلال اثنين من أهم القطاعات الخاصة بالتعامل سواء مع المزارع أو الفلاح المصري أو مع المواطن بشكل عام. النهاردة هيكون معنا قطاع الإرشاد الزراعي وأيضا قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. يا ترى ايه هذه القطاعات؟ ايه فايدتها بالنسبه للمتعامل مع الخدمات الزراعيه بشكل عام؟ قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه سيكون ممثلا من خلال رئيس هذا القطاع الاستاذ الدكتور عباس الشناوي. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. وايضا قطاع الارشاد الزراعي اللي تابع الحلقه اللي فاتت وشاف معالي وزير الزراعه وبيأكد على اهميه دور الارشاد الزراعي، هيخلينا نصر أكثر على استطلاع دور هذا القطاع من خلال رئيسه الأستاذ دكتور مصطفى النجار، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك، نورنا، شرفتوا. أهلا بيك. اسمح لنا دكتور عباس، هنبدأ بدكتور مصطفى وليكن تحيز عشان اتضح أن قناة مصر الزراعية هي فرع من فروع الإرشاد الزراعي للمزارع والمواطن المصري، فبنستأذن حضرتك في البداية. دكتور مصطفى، خلينا في البداية ندي المشاهد اللي ربما لا يعلم ما هو قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة فكرة عن هذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع الإرشاد الزراعي يعتبر من القطاعات الرئيسية في وزارة الزراعة، وأنا بعتبره جناح من أجنحة الوزارة، يمكن جناح أساسي، يعتبر مكون أساسي للوزارة مع جناح الخدمات، وقطاع الخدمات يعتبر الجناح الآخر لوزارة الزراعة. قطاع الإرشاد الزراعي بيتكون من حوالي 7 إدارات مركزية كلهم في أهمية واحدة. ولنبدأ بقطاع أو بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ودي على رأسها رئيسة للإدارة المركزية، والإدارة المركزية للتشجير، وقطاع التشجير ده قطاع ضخم جدا جدا، أو إدارة ضخمة جدا جدا بتنتشر في جمهورية مصر العربية، ويمكن عملها معروف ومشهود له على أساس إن هي مسؤولة عن الغابات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، حوالي 38 غابة ومشاتل بتصل إلى 40 مشتل على مستوى الجمهورية، بجانب رعايتها لحدائق من أكبر الحدائق في مصر، حديقة الأرمان، حديقة الزهرية، حديقة الأسرة أخيرا، وهذه حديقة كبيرة على مساحة 70 فدان بتوجد داخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي. إدارة التشجير دي يعني إدارة مهتمة بالأشجار الخشبية وإدخال أحدث أنواع الأشجار التي تدخل في صناعات عديدة. كمان عندي الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة، ودي إدارة كبيرة بيقودها وكيل وزارة رئيسا لها للإدارة المركزية، ودي بتختص بالتربة وعلاقة التربة والري والصرف على مستوى جمهورية مصر العربية، هي بتتابعه وبتتعامل معاه. يجي بعد كده الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ودي إدارة بتهتم على رأسها برضو وكيل وزارة، بيهتم بكل بساتين مصر سواء في جميع أنحاء الجمهورية وداخل جمهورية مصر العربية، سواء في المناطق الجديدة والأراضي الجديدة أو في الأراضي القديمة،
ويهتم كمان بشؤون المحاصيل الزراعية المنزرعة داخل جمهورية مصر العربية. كمان عندي الإدارة العامة للثقافة الزراعية، ودي إدارة تختص بكل ما هو له علاقة بالثقافة الزراعية من حيث إصدار الصحيفة الزراعية وصحيفة دار الفكر، وكلها حاجات بتتفاعل وتتعامل مع المزارع وتصدر النشرات وبتصدر كل ما يخص المزارع من تعليمات وإرشادات في صورة كتيبات أو بروشور بيوصل لحد المزارع في الحقل بتاعه عن طريق جهاز الإرشاد الزراعي. كمان عندي الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، ودي إدارة كبيرة يتبعها 10 متاحف زراعية في مصر على مساحة 45 فدان، موجودة في حرم المتحف الزراعي المصري. والمتحف الزراعي المصري ده من جوه لو حضرتك دخلتيه وشفتيه تشوفي حاجات من حاجات الغريبة والعجيبة، لدرجة ان احنا عندنا متحف للزراعة القديمة جدا من 7000 سنة، متاحف للقطن، متاحف بتخص العيلة المالكة، وحاجات كتير تهتم بشؤون الزراعة. يجي بعد كده أهم حاجة قناة مصر الزراعية. قناة مصر الزراعية تعتبر جزء كبير من قطاع الإرشاد الزراعي، وهي الوجهة الرئيسية للإرشاد الزراعي حديثاً، لأن احنا نعرف أن الإرشاد الزراعي في الأيام اللي احنا فيها دي العدد الذي يعمل في الإرشاد تقلص كتير قوي قوي. احنا من سنة حوالي 84 ما عندناش تعيينات جديدة في الحكومة، وده انعكس على فئة المرشدين الزراعيين اللي هم أساس العملية الزراعية، واللي هم حلقة الوصل والهمز وهمزة الوصل ما بين البحوث العلمية وجميع ما يستجد من أبحاث علمية تصدر عن مركز البحوث الزراعية أو عن كليات الزراعة أو عن مراكز البحث المختلفة، يقوم بيها المرشد الزراعي وتوصيلها للمزارع في الحقل بتاعه عن طريق إقامة الحقول الإرشادية ومن خلال الحملات القومية المختلفة التي تعمل على النهوض بالمحاصيل. جميل. احنا عموما يعني بعد التوضيح الخاص بالإدارات، لأنه أكيد كنه هو طبيعة يعني كمان الدور، لأنه وسيلة التعريف اختلفت والمتلقي اختلف والأداء اختلفت، فأكيد هنعرف إزاي الإدارة دي بتواكب التطور في التواصل مع المزارع أو مع المربي ومن يتعامل مع وزارة الزراعة. ولكن خلينا ننتقل للدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. عايزين بقى نشوف بقى شطارة القطاع بتاعكم، عنده بقى إدارات زي إدارات الإرشاد كده ولا إيه قصته، بيتعامل إزاي، إيه نشاطاته؟ أهلا وسهلا بكم من قناة مصر الزراعية. رسالة وأمانة، علاقة مباشرة ما بين المسؤولين بوزارة الزراعة والمزارع المصري اللي كنا بنفتقد كثيرا عرض أو توصيل مشاكله للمسؤولين. فإحنا دلوقتي بنهنئ كل مزارعي جمهورية مصر العربية والاهتمام الزراعي في العالم كله إن في قناة خاصة بوزارة الزراعة، قناة مصر الزراعية، ونأمل أن هذه القناة فعلا تكون رسالة وأمانة بين المزارع، تحمل معاناته ومشاكله وترسل إلى المسؤولين بقلب فياض واستقبال هذه المشاكل إن شاء الله لإنجاز وإضافة حلول عاجلة وسريعة كما نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. ديت يعني شيء واجب لازم من ذكره. نشكر حضرتك بداية في هذا اللقاء. بعد ذلك ندخل في مهام قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة. طبعا المسمى الوظيفي قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. لازم لن نغفل كلمة خدمات. كلمة خدمات يعني هذا القطاع
له رسالة خدمية للمزارع ترسل إليه، ولسنا على رؤوسهم، لكن احنا خادمين للمزارع المصري، لجميع الهيئات والفئات المهتمة بالعمل الزراعي. طبيعة الخدمة ايه يا فندم؟ هندقق حضرتك، هذا المسمى تحته إدارات مركزية. كل إدارة مركزية هتذكر تحس ان هي فعلا خدمة خدمية. بداية لو قلنا مثلا الإدارة المركزية للمكافحة، مكافحة يعني مكافحة، في مكافحة آفات في المعنى العام بتاعها، سواء كانت مكافحة آفات حقلية أو آفات بستانية. في عندنا مكافحة قوارض، في عندنا مكافحة الجراد، دي كلها عبارة عن إدارات تحت الإدارة المركزية للمكافحة. معنى مكافحة يعني مقاومة آفات وحشرات أو أشياء تعيق الإنتاج الزراعي، فهي في مضمونها فهي خدمي للمزارع بطبيعة الاسم. طبعا الإدارة المركزية لشؤون المديريات، احنا طبعا في كل محافظة على مستوى مصر في وكيل وزارة للزراعة، جميع وكلاء الوزارة دول تابعين للإدارة المركزية لشؤون المديريات بكل هيكلها الوظيفي، من مدير المديرية اللي هو وكيل الوزارة إلى المهندس الزراعي الذي يعمل في الحقل، مرورا طبعا بالإدارات المختلفة بجميع المراكز بجميع المحافظات المختلفة. طبعا لهم عليهم مهام جسام بالنسبة للإدارة المركزية بشؤون المديريات، ومن أهمها طبعا الحيازة، التركيب المحصولي، العلاقة المباشرة ما بين المهندس الزراعي والتوصيات الفنية التي يتلقاها المهندس ويتعلمها ويرتد بها ويتابع مع المزارع في حقله. خليني أقول، هل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الزراعية في هذه المديرية؟ يعني هو ممثل لوزارة الزراعة في هذه المديرية وبالتالي مسؤول عن تنفيذ السياسة الخاصة بها؟ الخاصة، السياسة الخاصة بالإنتاج الزراعي. بالإنتاج اللي بتضعه الوزارة. الإنتاج الزراعي. لأن في إدارة مركزية أخرى اسمها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. دي برضو تابعة لقطاع الخدمات. طبعا احنا كلنا يعني نعي ونفهم كلمة التعاون الزراعي طبعا. فالتعاون الزراعي ده انا بعتبره هو قاطرة التقدم الزراعي في مصر في ان شاء الله اليوم والمستقبل. لان التعاون الزراعي احنا عادة بنتكلم اين نبدأ واين تبدأ القاطرة، فاحنا بنقول التعاون الزراعي هو عبارة عن، لو قربناها بمثل بسيط، عبارة عن يعني أبدل ما فيه مجموعة أو قطاع يعني خاص بيتبنى أو عمل معين، فاحنا بنقول التعاون الزراعي هو عبارة عن ائتلافات أو تجمع من يعني الأفراد اللي هم داخل المجتمع القروي. بالتعاون الزراعي بيقوم بالنسبة لهم عبارة عن متابعة وإرشاد وتوعية وإنشاء اللي هي بسموها الإدارات الخاصة بالتعاون الزراعي، سواء كانت إدارات محلية أو إدارات مركزية. بتبدأ طبعا بالانتخاب بالجمعيات الزراعية، التعاونيات تبدأ بالانتخاب الجمعيات التعاونية في كل قرية، تبدأ بالانتخاب مجلس إدارة وتصعد إلى إدارات مركزية خاصة، إدارات مركزية للتعاون الزراعي. أنا بعتبر دي القاطرة فعلا اللي المفروض ننظر إليها نظرة اهتمام ونعيد هيكلتها مرة أخرى. وأنا يعني دي هيجي حوارها فيها، لأنها معظمها تحول إلى يافطة وأوضة في قرية. أنا يعني عاوز، عايزين نبقى نتكلم، أنا عاوز الجمعية الزراعية اللي هي بتمثل التعاون الزراعي ده، يعني أتمنى إن هي تكون في يوم من الأيام زي السوبر ماركت بالنسبة للمزارع، يدخلها يلاقي فيها كل احتياجاته السمادية والمبيدات والكيماويات وما يحتاجه المزارع المصري. جميل. وتكون على يعني على بناء مشيد جميل يليق فعلا بكل احتياجات المزارع المصري، ويبقى ده فعلا بيته اللي هو يعني اللي ما بلهوش يدخل فيه الجمعية الزراعية أو في التعاون الزراعي بتاعه يلاقي كل احتياجاته الزراعية. إيه إدارات تانية؟ هناك إدارات أخرى؟ في عندنا الإدارة المركزية لحماية الأراضي. طبعا هذه الإدارة كلنا بنعلم التعديات على الأراضي الزراعية ديت عليها حمل ثقيل جدا، وبالذات بعد ثورة 25 يناير اللي هو حصل فيه انفجار
بالنسبة للمزارع المصري أو الفرد المصري. طبعا فترة كبت كبيرة، حرية مطلقة، بدأت أقرب مكان ليه يدي الحرية بتاعته أنه يتعدى على الأراضي الزراعية بالبناء، وضع خرسانات على الأراضي وتحويلها من أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي غير مستغلة. طبعا إحنا بإيدينا يعني المفروض حماية الأراضي، ليست وزارة الزراعة هي الوزارة الوحيدة المعنية بذلك، لكن في وزارات أخرى مع وزارة الزراعة زي وزارة الحكم المحلي، وزارة الكهرباء، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة. المفروض الأربع وزارات دول بيتضامنوا مع بعض، وإحنا عاملين هنا إن شاء الله نظام كويس إن إحنا بنرصد كل حالات التعدي وبيتم تبليغها خلال 12 ساعة تصل إلى محافظ الإقليم. وبالتبعية في اليوم التالي بيتم إختار وزير الداخلية، بيتم إختار وزير الكهرباء، وبيتم إختار وزير الحكم المحلي. طبعا ما إحنا دولت ما بنقدرش نختارهم يوم، لكن بنجمع كل أسبوع بلغات. أو كل 10 أيام بلغات بهذه التعديات والخروقات ونبعتها من خلال معالي وزير الزراعة بجوابات على طول مباشرة للسادة الوزراء المعنيين، لأن طبعا لازم نتكاتف جميع الأربع وزارات في تنفيذ الإزالة. وأنا بقول الإزالة وليست يعني احنا يعني هنتكلم عن اللي بيحصل بعد كده، بس هل هناك إدارات أخرى يا فندم؟ في عندنا الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي الإدارة المنوط بها كل إنتاج التقاوي الزراعي من ناحية الرقابة داخل جمهورية مصر العربية، والرقابة على ما يستورد من الخارج. طبعا في عندنا إدارة فضلة اللي هي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وهي بتعتبر برضو صمام الأمان للمنتج الزراعي وحماية المحاصيل الزراعية أو أرض مصر الطيبة من دخول أي حشرات أو أمراض لم تكن موجودة بمصر، وإن كانت موجودة في الآخر فهي صمام الأمان لمنع دخول هذه الحشرات أو الأمراض إلى جمهورية مصر العربية. وفي النهاية فيه عندنا في عندنا صندوق تحصين الأقطان المصرية اللي هو المنوط به الحفاظ على القطن المصري ذو السمعة الطيبة الذي يتمتع بها طبعا الذي هبانا بها الله، لأن طبيعة جمهورية مصر العربية لها دور فعال في محاباة أو في تناغم ما بين القطن المصري والمناخ المصري في جودة التيلة وجودة الغزل الذي يصنع من هذا. الحمد لله، وربنا حبانا بنعم كثيرة جدا، ونحن نريد أن نستثمر هذه النعم بشكل إيجابي وبشكل أفضل، لأن للأسف يعني لما بيبقى فيه سوء فده من سوء استخدامنا نحن لهذه النعم. الحقيقة دي خدمات أعتقد أن كل إدارة منها محتاجة يعني وقت ووقت عشان نشوف الخدمات، بس أنا لفت انتباهي أن هي ليست خدمات ولكن هناك متابعة. هل المتابعة المقصود بها هي متابعة كافة هذه الإدارات لكافة الأنشطة التي تقوم بها، أم أنها إدارة مستقلة تقوم بمتابعة أشياء أخرى أو ربما مهام أخرى من قبل الوزارة؟ حضرتك، ولذلك أنا قلت في المسمى الوظيفي قطاعة الخدمات الزراعية والمتابعة. أيوة، لأن المتابعة دي هي قيمة الخدمة التي تقدم لكل إدارة، لكل إدارة خدمة تؤدى بدون متابعة ورقابة فلن تصل إلى شيء، ولذلك المتابعة والرقابة على العمل الزراعي هي السبب النجاح والتقدم في الانتاج الزراعي. لا خلينا مش هنقول النجاح والتقدم في الانتاج الزراعي، واسمح لي يا دكتور لان ايه يعني احنا عندنا مشكلات كتيرة جدا هنناقشها مع حضرتك ونشوف ازاي ان الحال ده وصل لها، بس خلينا ناخد في البداية تقرير نشوف الارشاد الزراعي، نشوف شعور الفلاح والمزارع المصري بالمرشد الزراعي. هل لازال المرشد الزراعي يقوم بالدور المنوط لي على الوجه الاكمل؟ هل تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الاتصال لتأدية الخدمة الإرشادية للمزارع والفلاح المصري؟ تشوف التقرير مع حضرتك يا فندم ونرجع مرة تانية. المرشد الزراعي هو من أهم عناصر الجهاز الإرشادي الذي يساعد الفلاحين على زيادة
إنتاجهم وتحسين مستوى المحصول، كما إنه يعمل على تحديد مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. دور المرشد الزراعي في الجمعية الزراعية بيقوم بكل الأعمال الخاصة بالزراعة. في مدير الجمعية الأول بيبقى مخصص بأعمال الحيازة، أعمال حماية الأراضي، أعمال كل أعمال الإدارية في الجمعية. في المرشد الزراعي اللي بينزل الحقل، ده بيبقى مسؤول عن كل الأعمال الزراعية في الحقل، سواء إرشادات، سواء عمل ندوات زراعية، سواء إرشاد المزارع بالطرق بالتعليمات الجديدة أو الإرشادات الجديدة في الحقل. بس بعض الجمعيات فيها في تقلص عدد المرشدين هذه الأيام، نظرا لخروج نسبة كبيرة منهم على المعاش. الإرشاد الزراعي في محافظة الشرقية ليه دور كبير جدا في عملية التقدم الزراعي وزيادة الإنتاجية، وهو معني بالدرجة الأولى بزيادة إنتاجية الفدان سنة عن سنة. لازم يطبق حزمة التوصيات اللي كل سنة بتيجي من مركز البحوث الزراعية في شتى مجالات العمل الزراعي. دور المرشد الزراعي هو أهم الأدوار، عملية توعية، ازرع في الميعاد المناسب، احصو في الميعاد المناسب، وقتية تتعامل مع النبات، وقتية النبات عايز حاجة أنا أدله عليها، إذا كانت عمليات إرشادية أول بأول بجيبها له على أحدث ما بتوصلنا من جهاز الإرشاد بنوصلها للفلاح. وللمرشد الزراعي مهام عديدة، حيث يقوم المرشد بدور الوسيط بين أجهزة البحث العلمي الزراعي والفلاحين، ويكون مستشارا للفلاح في زراعته، ويضع الخطط البرامجية الإرشادية والإشراف على تنفيذها وتقييمها. كما يقوم المرشد بإكساب المزارعين المهارات والخبرات اللازمة لفهم وتطبيق التقنيات الحديثة. المرشد الزراعي بيقول اعملوا كذا وسووا كذا وحطوا ديا وعملوا ديا، واللي احنا بنقول له عليه بيعملهن، والتعليمات اللي هو بنمشي عليها اللي بقولنا عليها بنمشي عليها. المرشد الزراعي بيطلع الصبح بيشوف الأرض وبيقولنا اللي عملوا كذا، واحنا بنسمع تعليمات. للمرشد الزراعي دور كبير في حياة الفلاح، حيث يقوم المرشد بتأمين زراعة الفلاح ليضمن له أفضل نتائج. كان معكم محمد كمال من قناة مصر الزراعية. من الواضح أنه يمكن ده نوهنا ليه في بداية حديثنا مع الدكتور مصطفى، انه الاسلوب بالتواصل اختلف دلوقتي. الفلاح ما بقاش زي الاول، الراجل بيتعامل مع كل معطيات الاعلام الحديثة، وسائل المعلومات، الصحف ما بقتش هي وسيلة التعريف الوحيدة، شاشة التلفزيون الرسمي حتى ما بقتش هي وسيلة التعريف الوحيدة، تواصل الشخصي ما بقاش بنفس الأسلوب التقليدي، استماعه لأوامر أو تعليمات ما بقاش أسلوب برضو بيحبذه الفلاح. ده بيستدعي تطوير وسيلة الإرشاد، تطوير أداء المرشد نفسه والرسالة الإعلامية الزراعية أو الرسالة الإرشادية الزراعية. إزاي ده هيدخل في منظومة العمل في الفترة اللي جاية؟ والله إحنا بدأنا في استحداث طريقة عبارة عن استخدام التليفون المحمول في التواصل ما بين المزارع وما بين المراكز البحثية الموجودة في مصر، وخصوصا مركز البحوث الزراعية، اللي عن طريقه بيبعت بنديله أرقام تليفونات، ودية لقناة مصر الزراعية بتلعب دور كبير فيها. أرقام مختصرة بنزحها على قناة مصر الزراعية، إنه عنده مشكلة، عنده استفسار معين، بيتصل سواء بالتليفون الأرضي أو بالمحمول. أيوة. وفي خلال 12 ساعة ل 24 ساعة هو بيترك رسالته وبيقول على المشكلة اللي عنده، فبيروح له الرد بتاعه من التليفون المحمول. كمان عندنا مواقع، ويمكن موقع الإرشاد الزراعي عامل موقع كبير بيضم كل الإدارات الزراعية تحت موقع الإنترنت. موقع الإنترنت يضم كل الإدارات الزراعية، وفيه جزء منه لاستقبال المشاكل والتواصل معاه والحل عن طريق هذا الموقع. كمان عندي بقى قناة مصر الزراعية،
كويس. هي بتبس كل ما يخص انت المزارة. بتخطب بقى اللي بيقعد على النت ولا بيقعد يبعت رسائل محبوب يعني من خلال القناه؟ لا يعني احنا دلوقتي المزارع بتاعنا ما بقاش هو المزارع ابو جلابيه. لا 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 خالص. وفاس بس لا زال موجود يا دكتور، يعني خلينا نتكلم ان لا زال هنوصل. بالظبط هو ده اللي انا عايزه اقوله. هنوصل هذه الفئه اللي حضرتك بتتحدث عنها اللي بتقدر ان هي تقعد على موقع الانترنت وبتقدر ان هي تتواصل مع كافه الاجهزه الحديثه، عندها القدره انها تدخل على مواقع مختلفه. لكن خلينا نقول كيفية الوصول للمزارع اللي لازال احنا بنشوفه موجود وشفناه في عيد الفلاح موجود وبيحضر، ما عندوش القدرة لأنه هو يمسك التليفون المحمول ويبعت مسج او ان هو يتصل، ولا ان هو يدخل على موقع الانترنت. بنعمل معاه ايه؟ بنعمل معاه ايه المزارع ده؟ بنروح لعند لحد عنده عن طريق الحملات القومية للمحاصيل المختلفة. كان ثمرة هذه الحملات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ويمكن حضراتكم شفتوا نتائجها حقيقي اتنفذت ازاي. تنفيذ هذه الحملات ان احنا خدنا حقول ارشادية في قرى كبيرة شوية، نفذنا فيها احدث الاصناف المنتجة من قبل مراكز البحوث الزراعية، وعملنا فيها كل المعاملات أو حزمة التوصيات اللي قام بيها كبار الباحثين في هذه المراكز البحثية، وبدأ عن طريق المرشد الزراعي ينفذها قدام المزارع. لأن الفلاح المصري وإحنا كلنا فلاحين وولاد فلاحين ما إحناش منعزلين عنه. أكيد. الفلاح المصري ما بيصدقش إلا لما بيشوف بعينه، وعشان بيشوف بعينه ويلمس بإيده عملنا له هذه الحقول الإرشادية، وجبنا له من أول طريقة الزراعة أنت تزرع بالطريقة الفلانية. حقق التجاوب قد إيه يا دكتور؟ ده حدث تجاوب كبير. ده احنا كان عندنا 1200 حقل إرشادي في القمح لوحده على مستوى جمهورية مصر العربية. هذه الحقول الإرشادية كان منها حقول تعليمية إرشادية، بنجيب المزارعين أو صغار المزارعين ونخليهم. استفاد منها كم مزارع؟ يعني تواصلتوا معاهم في الموضوع؟ احنا غطينا حوالي من 26 محافظة على مستوى الجمهورية في القمح بالذات، وكان الاستجابة عالية قوي وكان نتائجها في المحصول. محصول القمح سمعنا متوسطات بعد ما كان 16 أرداب و 18 أرداب سمعنا ل 20 و 22 و 24 و 26 أرداب قمح. يعني أفتكر كنت عاملين لقاء مع معالي الوزير وقال لكم إن فدان القمح صفى السنة دي ما يساوي 10,000 جنيه قمح بأسعاره اللي احنا حددناها زائد التبن. التبن في مصر يعتبر ثروه. صحيح. ثروه كبيره زيه زي قش الرز. قش الرز برضه بالنسبه للرز يعتبر ثروه كبيره ومصدر كبير من مصادر الطاقه. ده بيجي منين؟ من تواصل المرشد الزراعي والمهندس الزراعي على مستوى القريه مع المزارع، وان هو بيعرفه طريقه الزراعه، معاد إضافة السماد إمتى. بس قش الرز ده يعني ده احنا بنحتفل بمرور كام سنة على سحابة الحمد لله الناجمة. لحد دلوقتي يعني احنا في القاهرة اهو ما لاحظناش السحابة السوداء. ده كان في بروتوكول النهاردة بيتم توقيعه يا دكتور، وإحنا برضو من خلال بقى شاشة مصر الزراعية لازم يبقى لينا السبق عن الجديد اللي دايما بيتم من خلال المسؤولين في وزارة الزراعة. النهاردة كان في بروتوكول مع وزارة البيئة وخاصة أيضا بموضوع قش الرز. هو البروتوكول يعني وقعه معالي وزير الزراعة مع معالي وزير الدولة للبيئة عن جمع وتدوير وكبس قش الرز واستخدامه كمصدر من مصادر الطاقة في مصر، بالإضافة إلى استغلاله حاجتين اتنين، إن هو نصنع منه سماد عضوي يضاف للأرض الزراعية ويرفع من قيمة الأرض الزراعية ويوفر لي شوية من الأسمدة الكيماوية اللي بتضاف
بكثرة في الأراضي الزراعية وبتؤدي إلى حدوث أشياء مش مظبوطة في قوام الأرض، زائد إن أنا بستخرج منه علف للحيوان هو الكمبوست والسيلاج. أيوة كومبوست، لا هو السيلاج. السيلاج يطلق على معاملة محصول الذرة على نباتات الذرة تحول إلى سيلاج. أما في قش الرز بنستخدمه، أبحاث اتعملت أظن. أيوة أبحاث كتير وإحنا استفدنا منها إن قش الرز. بس أنا عايز أقول حاجة برضو إنه ما أظنش إن ده البروتوكول الأول من نوعه، يعني وزارة الزراعة ووزارة البيئة عملوا 50 بروتوكول قبل كده. المهم تفعيل هذه البروتوكولات، يعني يبقى في واقع منتج نشوف. هقول لحضرتك في الأعوام السابقة من سنة 2006 لحد 2011 كان المسؤول عن ملف قش الرز هي وزارة البيئة. صحيح. وكانت اللي بتجري وتتعب البيئة ومعاها الزراعة بتعاونها على منع حريق القش في المحافظات القريبة من القاهرة، خصوصا الأليوبية والشرقية والدقهلية والغربية، لأن تأثير الحريق كان بيجي على القاهرة ويسبب السحابة السوداء. الحمد لله أول مرة يلقى ملف قش الرز على وزارة الزراعة وتكون هي المسؤول الوحيد عن متابعة قش الأرز وجمع الأرز ضم الأرز وتدوير القش بتاعه للاستفادة. انت بتحل مشكلة من المنبع يعني زي ما بقول. من المنبع دي جات عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نزلنا المرشد الزراعي بتاعنا في القرى وعرفنا المزارع قيمة قش الرز ايه. قش الرز اللي انت بتحرقه وعايز تتخلص منه حاجة من الاتنين، ما انتش عايزه هنجيب لك شركات تاخده منك وتدوره وتستفيد بيه وتطلعه مصدر من مصادر الطاقة، وبيخش في صناعات عديدة جدا جدا، صناعة الورق، صناعة الخشب، مواد بناء. الصينيين جم قبل كده وعرضوا تجاربهم على مصر. كل التجارب اللي هتخطر على بالك احنا بدأنا فيها عن طريق وزارة الزراعة، بالإضافة ان احنا استخدمناه عن طريق المزارع الصغير، وده مشروع في الإرشاد الزراعي بيقوم بعمل او تحويل قش الرز الى سماد عضوي او علف حيوان. بتمولنا وزارة البيئة عشان نقدمها خدمة للمزارع المصري، واحنا وصلنا لحوالي 100,000 حوالي 100,000 طن من قش الرز السنة اللي فاتت، دورناهم وعملناهم سماد عضوي وعملناهم علف حيوان. السنة دي إن شاء الله ماشيين في المنظومة دي بالتعاون مع وزارة البيئة، وبكده بنستفيد برضو من قش الرز، وبيبقى عندنا كمصدر كبير من مصادر الدخل للمزارع. ضيف لذلك عن طريق الحملات القومية اللي ماشية في بيتبناها الإرشاد الزراعي مع مركز البحوث الزراعية في محصول الذرة الشامية. احنا لنا وقفة هنا كبيرة. محصول الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية اللي يتساوى قيمته مع قيمة القمح. المحصول ده يستغل استغلال، لو استغل استغلال أمثل هيوفر لي في الخبز، هنضيف منه على الأقل 20% من تصنيع العيش نضيفه لل. هو المزارع بيلجأ للتصدير أكتر في موضوع الذرة الشامية دكتور. والله يعني بيفضل الموضوع لو ده، لو عرفنا قيمته وميزاته حقيقي. يعني الذرة الشامية بتقوم عليه حوالي 65 صناعة. حقيقي. بس انت ما تعرفش حضرتك اللي بنطلع من الذرة الشامية الكلوكوز. يا ريت الكلوكوز. الكحولات والبرفانات. يا سلام. امال ايه؟ يا دكتور عباس. وممكن تطلع منه بنزين كمان، وقود كمان. يعني استاذ في الذرة، في تربية الذرة الشامية. وراجل من علماء الذرة الشامية في مصر. يعني ناس متواضعين. الله يكرمنا. نحن لدينا الخبرات المصرية المتخصصة التي تستطيع أن تضع حلول لكافة المشكلات. وده اللي يعني بيخلينا، طب احنا عندنا المشكلة وعندنا تشخيصها وعندنا الإمكانية لحلها، طب ليه ده ما بيحصلش؟ يعني دايما هي دي نقطة التمويل. التمويل. أنا حتى في الإرشاد الزراعي
يعقني التمويل. التمويل أنا لو عندي تمويل كافي الإرشاد الزراعي يتغير بطريقة تانية خالص، لأن أنا عشان أطلع المرشد الزراعي يمر على زراعات 500-600 فدان محتاج وسيلة يمشي بيها ومحتاج بنزين يتحط في هذه الوسيلة، أنا بفتقدها اليومين دول. وإحنا عارفين ظروف البلد ومقدرين هذا، ورغم هذا ما مش ساكتين، بنتحايل وبنعمل اللي احنا عايزينه في سبيل ان احنا نوصل. خلينا نتوقف عند تقرير هيتابع حلم من احلام دكتور عباس، وهو انا عايز اقول بقى، عايز اكبره كده، اقول عليه الهايبر التعاوني اللي موجود في كل قريه، مش هخليه سوبر ماركت صغير، انا هقول عليه هايبر. تعالوا نشوف التقرير ده ونعود لمسمى التعاونيات. ويمكن التساؤل طرحته على الدكتور عباس هو موضوع بقى يافطه واوضه مقفوله، ولا فعلا هيبقى ليها واقع مفيد للمزارع؟ نشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم. تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية هي العصا التي يتوكأ عليها الفلاح عند شدته، حيث أنها تساند المزارع لتخطي أزماته وتقدم له يد العون لكي تنمو زراعته بالشكل المطلوب. الجمعية الزراعية بتقدم خدمات كثيرة للفلاح، منها الأسمدة، منها التجاوي، في موسم حرق الجش بنعمل كومات أسمدة وكومات علف من الجش. الجمعية التعاونية الزراعية هي همزة الوصل بين المزارع وبين الزراعة وبين الإدارة. الجمعية التعاونية الزراعية أعضاها منتخبين من المزارعين، من أهل البلد، عشان كون هم منتخبين يعني بيقضوا الدور، هم وسيط وهم اللي بيتكلموا بلسان أهل البلد ولسان المزارعين. بتقدم ايه؟ بتقدم الأسمدة وبتقدم التجاوي وبتقدم الإرشاد للمزارع. الجمعية التعاونية الزراعية بتقوم بكل الخدمات للمزارعين، بأداء التجاوي والكيماوي وكل الدور المطلوب. وللجمعيات التعاونية الزراعية خدمات أخرى تقدمها للمستهلك، مساهمة منها للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار. حضرتك ده مشروع انتاج بيض مائدة الجمعية التعاونية الزراعية، بيخدم المستهلك ويعتبر بيحاول يحد من الأسعار وكده، وبرضه بنمي العمالة الكراوة، ويعتبر معنا عمالة برضه بالنسبة للشغل. للجمعيات التعاونية الزراعية دور كبير، حيث أنها تساعد الفلاح في حل مشاكله. محمد كمال، قناة مصر الزراعية. شفنا مع حضراتكم هذا التقرير عن التعاونيات في مصر. دكتور عباس وهو قيمة وقامة كبيرة جدا في مجال الزراعة، وله باع طويل في يعني إيجاد حلول للعديد من المشكلات ووضع الحل العلمي الممنهج لهذه المشكلة. دكتور عباس، خليني أخذ من كلام حسام وحل ان التعاونيات دي يدخل فيها الفلاح كده يقول انا عايز التقاوي دي، انا عايز ده، انا عايز ده، يقولوا له انت عايز ايه، اتفضل خده وتفضل ازرع. هل ده حلم؟ لا، ما هوش حلم اطلاقا، انا بعتبره حقيقه، وحقيقه ملموسه، وكلام ليس كلام اجوف. وانتم اعلاميا يمكن حسيتوا به العام الماضي او القبل الماضي ان المزارع عاد بيطلب اصناف قمح مخصوص، يقول لك انا عاوز مثلا مصر واحد، انا عاوز مصر اثنين، في وعي طبعا. سمعنا فيه برضو عاوزين اصناف ذره معينه، في ذره اصفر عاوزين الصنف الفلاني، عاوزين ذره ابيض الصنف الفلاني. انا بعتبر دي مقدمه ايجابيه للمزارع المصري انه بدا يختار بقى، يعني مش كل شيء عنده هو ذره بس او قمح بس او رز بس، بدا عنده حاجه اسمها نغمه التفضيل. حس بنغمه التفضيل دي امتى؟ لا، اذا ليه رؤيه، شاف في حقول ارشاديه وارشاد، بدا ينشر هذه الاصناف، حصل تلاحم ما بين
الأصناف المنزرعة والمزارع في تكامل اهو. آه. الإرشاد مع التعاونيات مع التعاونيات مع, آه. مع المزارع. ما هي دي دي المنظومة اللي احنا إن شاء الله صحيح. بننشد إن هي تكون موجودة، وأنا بعتبرها مش لسه هتبدأ، هي بدأت. طالما المزارع بدأ يختار أصنافه ويحدد هو عاوز إيه بالظبط، أنا بعتبر ديت بادرة نجاح، ويجب علينا أن نتمسك بها إحنا، وما نسيبش المزارع تاني يرجع إلى الخلف، ولكن نعيد البناء لتهيئة المزارع، إعطاء دفع أكبر. لأن أنا عندي التعاونيات لما عملت اجتماعات معهم مع مدير التعاونيات على مستوى الجمهورية، وقعدت مع اللي هم الناس المسؤولين انتخابيا عن الإدارة المركزية، يعني رئيس التعاون المركزي، وقعدت مع رئيس التعاون العام. الناس دولت أنا قعدت معهم، عندهم فكر كويس جدا. اللي ماسك التعاون دلوقتي أنا اللي هو الأخ ممدوح حمادة، فعلا بيتفاعل مع وزارة الزراعة تفاعل فعلا كأنه جزء من وزارة الزراعة، وبدأ فعلا يعني يبيح عن أسرار أنا بعتبرها فعلا أسرار، لأن الكلام في الماليات. زي إيه فهمت؟ الماليات مالية. أنا بتكلم أهو، بدأ يتكلم يقول أنا عندي كم مليون، أنا أنتوا عاوزين كم مليون، أنا عندي رصيدي كم مليون. هذه الملايين الموجودة، الجمعيات التعاونية دي بتتبع إيه؟ بتتبع هل الجمعيات، تشكيل الجمعيات، تشكيل الجمعيات فيها مرحلتين. اللي هي التضامن ولا وزارة الزراعة؟ في مرحلتين في التعاونيات. في المرحلة الأولى التعاونيات اللي هي الجمعيات، مجلس إدارة الجمعيات الزراعية دي يعني بيسموها شبه يعني تعاونيات أهلية، لأنه عبارة عن مجلس إدارة منتخب أهل. ورئيس مجلس الإدارة اللي هو رئيس الجمعية. لما تبدأ تتصعد بعد ذلك للتعاون المركزي، دي بعد كده بتحول لحكومي أو تعاون حكومي. في الحالة دي بيبقى فيه هنا علاقتين زي التلسكوب كده داخل بعض، ولذلك يصب في النهاية في العمل الزراعي. فالأخ ممدوح حمادة قال أنا عندي فلوس كتير، والتعاون ممتلئ بالفلوس، وفعلا بدأ يعرض ازاي يساعد وزارة الزراعة. اول مره حد يقول انا عندي فلوس، ده لسه بنقول المشكله في التمويل، وده ما هي دي فلوس ما اشتغلوش بيها. ما هي دي حضرتك الشفافيه، ده الجديد اللي ده الجديد اللي هو موجود فعلا في بلدنا دلوقتي، اللي هو الشفافيه. ايه اللي كان بيمنع تشغيل الفلوس دي؟ والله الفلوس دي كانوا بيفضلوا ان هي تتنها في البنك دون ان تعمل خلاص، لكن الراجل دلوقتي بيقول انا عندي الفلوس دي، المبالغ موجوده تحت ايداعات، موجوده تحت كنترول كامل او يعني رقابه كامله، وعنده استعداد لما بنفرض عليه او نقول له ان في موضوع الفلاني عاوزين ننميه او عاوزين ندخل فيه، بيقول انا عندي استعداد وعندي الفلوس. طب كيف تم وضع استثمار او وضع برنامج؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت، هناك بادره طيبه جدا من التعاونيات ان هي تشارك في العديد من المشروعات، كيف تم استثمار هذه البادره وتنميه العديد من اوجه القصور من خلال توفير هذه الماليات؟ احنا يعني في الفتره الماضيه ديت عملت معاها اكثر من لقاء، وكانت كل اللقاءات بتاعتي انا مانيش عاوز تعاون من طرف واحد. يعني مانيش عاوز بالعربي زي ما بيقولوا بالبلدي كده، مش عاوز حب من طرف واحد. انا عاوز ما ينفعش. فانا عاوز التعاون، بيقول انا هقدم ايه، عاوزين نقول برضو الحكومه هتقابله بايه. ايوه طيب، الشريحه العامه من الشعب هتقابله بايه؟ يبقى في دلوقتي ثلاث اطراف، المستفيد اللي هو المزارع المصري او اللي بيشتغل في الارض، فيه التعاونيات معاها راس مال، فيه الحكومه هتقدم جزء بسيط. على سبيل المثال احنا فرضنا مشكله زي دي، بس مش عاوز اتكلم عليها اعلامي يعني، بس ممكن نقولها على سبيل المثال. على سبيل المثال يعني مثلا بتوع شمال سيناء حاليا، أيوة. بيعانوا من مشكله وفره انتاج الزيتون وعدم وجود معاصر لعصر الزيتون. انا عرضت عليها هذه المشكله، قال لي انا عندي استعداد اساهم في انشاء مصنع كبير لعصر الزيتون في شمال سيناء، بس يكون فيه ثلاث اطراف، اللي هو التعاون يدخل بالمبلغ، حكومة تدخل بمبلغ، المنتفعين من المصنع يدخلوا بمبلغ. في الحالة دي هنضمن ان المنشأة دي هتنجح. ليه؟ لان المزارع مساهم، فهيحافظ على الايه، على انتاجه، وهيحافظ على المصنع يورد له الانتاج بتاعه. الحكومة طبعا هيكون لها دفع، لانها تبقى داخله بجزء من المال، يهمها ان هذا المال لا يهدر ويكون له استثمار او مكسب في الاعوام القادمة.
كذلك التعاون لما يدخل بفلوسه يبقى ضامن ان المصنع ده هو يبقى احنا عملنا مثلث فعلا قاطره للانتاج الزراعي بتاعنا ويحل المشاكل الزراعيه بتاعتنا. احنا بنتفاوض معاه دلوقتي وبنوصل كلامنا لمعالي الوزير وللساده المسؤولين على اعلى مستوى، وانا شايف ان في قلب مفتوح وبنتقابل مع ولكافه الوزارات المعنيه كمان، يعني لان احنا الموضوع ده مش هيكون بس خاص بوزاره الزراعه، لكن اقامه مثل هذا المشروع بيتطلب ايضا تضامن باقي الوزارات، فهي دعوه ان احنا يعني نظام التيم وورك ده اصبح اجباري علينا ان احنا نتبعه في الوقت الحالي علشان نصل الى مشروع قومي في النهايه. ما انا بقول لسعادتك، ولذلك احنا دلوقتي بنستغل او مش عاوز اقول كلمه استغلال، احنا يعني بنستثمر هذه الافكار وهذه القيادات الجديده ذات الافق وذات الشفافيه في الحوار، ومش عاوزين دول يهربوا من الدين تاني. ان كانوا طلعوا للسطح دلوقتي وبداوا يحطوا افكارهم ديت وبامكانياتهم ديت، انا بقول لازم ان احنا نستثمرهم صح عشان نبني بلدنا ان شاء الله للمستقبل اللي احنا كلنا يعني بنربو اليه لنا ولا أجيالنا من بعدنا إن شاء الله. طيب يعني حضرتك من شوية اتكلمت على فكرة الحجر الزراعي واستقبال المنتجات الزراعية، وإحنا موضوع منتجات زراعية شوية عندنا فيه شوية قلق، يمكن أشهر حاجة البطاطس والاتحاد الأوروبي وعلاقته، وقبلها وجت شوية موضة الحلبة والإيكولاي، ومرة الطماطم اللي جاية لنا وفيها توتا أبسليوتا ولا مش صح الاسم كده؟ توتا أبسليوتا صح كده؟ اسمها لطيف قوي، وحاجات كتير قوي محدش عارف من اللي بيجي من بره او اللي احنا بنبعته من عندنا، ايه قصه الحاجات دي؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي احنا في مجتمع مصري وتعلمنا قلنا عاوزين الشفافيه، وهم بره فعلا عندهم شفافيه. ساعات احنا بعد الثوره بالذات يعني حصل معلش ممكن يكون ما تم في مصر لم يكن على يعني هوى او على يعني استحسان من بعض الدول من وجهه نظرهم فعاده سياسيه بقى. فعاده يقول لك الناس دولت، انا شخصيا انا شاركت جزئيه حته صغيره كده معاهم ان شاء الله في حل هذه المشكله حته صغيره، مشكلة فيهم مش انا لوحدي، البطاطس على سبيل المثال. بس مشكله البطاطس دي تقريبا بقى لها سنوات موجودة. لا هي السنه اللي فاتت دي كانت يعني، لان كان تم غلق باب التصدير لروسيا. غلق الباب ده أنا بعتبره شيء يعني قاسي على المزارع المصري وعلى كمان علينا كالسياسة المصرية. أنا تعلمت في هذه المحادثات خدت شيء حلو جدا، فن التفاوض بقى. فن التفاوض أولا أنا كنت جزء صغير لأن الشيء ينسب لأهله، وأنا كان معايا ده كان فريق كبير جدا وطبعا على رأسه الدكتور علي إسماعيل وكل علي الدكتور علي سليمان واسف على الدكتور علي سليمان ومجموعه برضه كبيره شاركت. وصلتوا لايه؟ وصلنا ان الحمد لله احنا الباب تم رفع الحظر العام الماضي، تم تصدير اكثر من 80,000 طن بطاطس العام الماضي، والباب ما زال الحمد لله مفتوح لاستقبال هذا العام، فانا بعتبر ده كله انجاز. بس انا اتعلمت منهم حته صغيره، ويا ريت احنا برضه لازم نتعلم عشان احنا مصر مش قريه، مصر في المنظومة العالمية ولن تعزل مصر عن العالم، ولن يكون الاقتصاد المصري معزول عن الاقتصاد العالمي. لما يكون فيه مشكلة ونحس ان ما هيش مش عاوزين يبقى فيه تصادم سياسي، ليه ما ينفعش ان مسؤول سياسي على طول يقول لا او نمنع او لا. هم احنا انا اتعلمت منهم لما تعوز تلاعب او تحاكي دولة اخرى حكيها فنيا ولا تحكيها سياسيا. يعني ما يطلعش مسؤول والورق والارقام مسؤول وزير او رئيس دوله ويقول لا مش عاوزين. لا، يطلع متخصص مسؤول عن شيء معين فني يقول لك اصل الحته ديت معيوبه، يعني الشيء ده هو او نديها يعني مبرر. الحجه بالحجه فنيا من اجل ليس من اجل ان هي مشكله فنيه، ولكن بتحول بتسيس الى مشاكل فنيه عشان ما يحصلش في تصادم سياسي ما بين الدول. وانا بعتبر دي درس مستفاد انا استفدت منه انا شخصيا. لما نحب نعمل يعني على فكره ده الارشاد ممكن يستفيد من الفكره دي، لما نحب نعمل منع المرشد الزراعي اللي عنده كده برضه وبالذات منع ويكون دولي، المفروض تكون الاعاقه فنيه وليست سياسيه حتى
نجنب السياسيين التصادم صحيح. الدولي. عدد المرشدين الزراعيين عندنا قليل. أيوة. عدد المرشدين مش كتير. أيوة. وفي نفس الوقت ودي مشكلة عايزة أخد رأي حضراتكم ك يعني متخصصين في هذا المجال، أصبح هناك إقبال ضعيف وبشكل كبير جدا على الالتحاق بكلية الزراعة. بالتأكيد هناك العديد من المشكلات الواضحة لدى الشباب اللي أدت إلى عدم رغبتهم في الالتحاق بكلية الزراعة. هل ده مش ممكن نعتبره مؤشر؟ كيف سيكون الوضع بعد عدة سنوات ونحن من الآن نعاني من الأعداد القليلة المتواجدة؟ ما هو الحال بعد عدد قليل من السنوات في هذا أنا الموضوع؟ لا أخفي حضرتك سر، إحنا من أسبوعين قعد معانا معالي وزير التربية والتعليم وقال يا أخوانا إحنا عايزين نعمل تعليم فني متطور. نعم. ولنبدأ بالجماعة بالناحية الزراعية. وفعلا قعدنا كلجنة من وزارة التربية والتعليم ولجنة من وزارة الزراعة وأنا كنت عضو فيها نحط الخطوط العريضة من بداية التعليم الفني الزراعي، إزاي ندرس له المادة العلمية، إزاي نجهز له المدرسين اللي يقدروا يدوله ويوصلوله المعلومة، وفوق كل ده إزاي نجهز له الحقول الإرشادية التي يقوم بالتدريب فيها على جميع أنواع المحاصيل سواء كانت حقلية أو بستانية. زمان المدارس الزراعية عندها أراضي، يعني أنا أعرف في محافظات كثيرة في الصعيد وفي الريف عندها أراضي بتاعتها. ليا تعليق في هذا الاتجاه، معلش هنبدأ بالسؤال للخلف سنة صغيرة وهنكمل. عادة قطاع الإرشاد وقطاع الخدمات والقطاعات المختلفة داخل وزارة الست قطاعات داخل وزارة الزراعة والست هيئات أنا بعتبرهم دولت يعني عبارة عن منظومة متكاملة طبعا. وبالذات تعانق قطاع الإرشاد وقطاع الخدمات أنا بعتبره تعانق أو تلازم في كل وقت وفي كل حين، واحنا حاطين مبدا مفيش اي حواجز مفيش مكاتبات رسميه لاي شيء لتجاوز كل الوقت، مفيش روتين يعني مش عاوزين نقول مفيش روتين مفيش اي مشاكل. وكلانا احنا الاثنين ممكن نتحرك في قافله واحده، ولو حد كل واحد مننا راح في قافله او مروريه معينه بنتقابل ونشوف احنا الاثنين وصلنا لايه، بحيث لو كان هناك مشكله احنا بنبدا مع بعض، انا لو شفت مشكله بنبدا نناقشها مع زميلي قطاع الارشاد، وقطاع الارشاد برضو لو لا عنده مشكله وتخصني هو ممكن لو كان عنده حل ليها بيحطه، ما كانش عنده حل بيوصله لي مباشره، وانا وزميلي في نفس التوقيت بنحل المشكله سريعا. وخدنا لنا كمان صديق اخر خارج هذه القطاعات اللي هي الوسائل التلفزيونيه، ساعات بيعرضوا بعض المشاكل انا بقعد بدون هذه المشاكل وانا بعتبر دي معاون ليا، او بعض الصحف وبناخد هذه المشاكل. احنا هنمد حضرتك باب المشاكل دي، ده دورنا احنا بقى هنمد حضرتك. بقول لحضرتك انا بعتبر ده يعني يعتبر عضو فعال معايا، لان بيبدا يختار لي المشكله او بيوصلها لي بسهوله، هروح فين وفي قريه مين وعندي مين، باخده وببدا اتابعه واحل المشكله. النقطه الثانيه حكايه الندره في المهندسين الزراعيين او تقلص المقبل القابلين او الاقبال على كليات الزراعه. انا تعودت في حياتي من كل ازمه خد منها الحل، رغم ان هي ازمه لكن خد من الازمه ميزه. فانا بعتبر القله او عدم الاقبال عاده الندره بتزيد من قيمه الشيء. الذهب فيه ندره له قيمه، فالمهندس الزراعي عندما يكون ندره سوف يرفع شانه داخل هذا المجتمع، لان المجتمع دلوقتي احنا ما عدناش بنزرع زراعه تقليديه ولكن بنتعامل مع زراعه علميه تحتاج الى متخصص فاهم دارس ذو محتوى علمي قوي جدا، وان كانوا هيبقوا عدد اقل في الوقت اللي هو القليل اللي هندخل عليه. مش حضرتك شايف ان احنا محتاجين ان احنا نزيد من انا مع حضرتك الزراعية. انت دلوقتي بتقول ان في مشكله احنا هندخل ناخد الحلو من المشكله، رغم ان هي مشكله هناخد الحلو منها ايه اللي هي ندره المهندس الزراعي اللي هو معلش مع احترامي للكل بدا يفقد قيمته داخل المجتمع. فاكر زمان كان اهم اثنين مهندسين، مهندس الري ومهندس الزراعه. مهندس الزراعه دلوقتي اتعملت عليهم اغاني وافلام. بقول لحضرتك مهندس الزراعه تناه لما بقى هو دلوقتي اللي بيقيم في الغيط
والمزارع مش عاوز يدور عليه. طب لكن احنا عموما يعني التفاؤليه الجميله دي بنحاول دايما ان احنا نتواجد بنظره اكبر شموليه على دور الادارات اللي بتتبع سواء كان قطاع الارشاد الزراعي او قطاع الخدمات الزراعيه ومتابعه. لكن الوقت انتهى وما شاء الله شغلكم يعني هيبقى ان شاء الله باذن الله دائما على شاشه مصر الزراعيه تخدم قطاع الارشاد وقطاع الخدمات والمتابعه وباقي قطاعات الوزاره وتخدم المواطن والمزارع المصري بالزبط. في المقام الاول في نقطه اخيره، هل في وسائل الاتصال والمتابعه؟ هل فقط المديريات ولا ممكن نقول للمشاهد وسيله اتصال سريعه سواء كان مع الارشاد او مع الخدمات طالما انتوا الاثنين حبايب بتوصلوا لبعض يوصلوا لو في وسيله مهمه جدا مصر الزراعيه بالبدايه يعني بعد مصر الزراعيه احنا مكاتبنا مفتوحه لاي واحد حتى لما بننزل على مستوى القرية ونقول له أنت عامل إيه يقول والله أنا بعاني من كذا نقول له يعني اكتب أبواب المديريات مفتوحة ووكلاء الوزارات مفتوحة محدش عامل وكيل وزارة وقافل باب وعامل مسؤول وكلام ده طبعاً. طيب والقنوات المرئية أنا بعتبرها رسالة سامية لسرعة إيصال احنا المشكلة والشكاوي إلينا زائد ان في حاجه دلوقتي الايميل بتاعنا دلوقتي انا عندي النهارده 128 اليوم 128 ايميل فيهم شكاوي لشخصيه او مشاكل فرديه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه من خلال ديوان المظالم الذي انشئ في ايام مع رئيس الدكتور شكرا لحضرتك دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه بوزاره الزراعه شكرا لحضرتك دكتور مصطفى النجار رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزاره شكرا لحضرتك نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لحضراتكم داخل ديوان الزراعه كنا معكم وحلقه الديوان من قطاع الارشاد الزراعي وايضا قطاع التعاون والخدمات والمتابعه وتعرفنا على طبيعه الخدمات نحن دائما معكم نتواصل وفي انتظار اي مشكله لتوصلها الى المسؤولين وده بناء على الوعد المقدم من ضيوفنا اللي شرفونا النهارده في الديوان بشكركم جدا يا فندم الى اللقاء